مشاهدينا أهلا بكم في هذه الجولة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من أحد الأسواق العربية في لندن وبالتحديد سوق تشيرش ستريت وهو أحد الأسواق الجاذبة للجالية العربية. سنتجول في هذا السوق اليوم ونتحدث مع البائعين حول الأوضاع الاقتصادية في 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 لندن وعن الأسعار خصوصا أسعار اللحوم وأسعار الخضروات والتي تشهد بلادنا العربية ارتفاع في تلك الأسعار. سنقارنها بين أسعار المملكة المتحدة هنا وبين أسعار بلادنا العربية. طبعا سنأخذ جولة سريعة أولا في هذا السوق ثم لنجد من يتحدث معنا. طبعا توجد في لندن عدة أسواق متمركزة هي مختصة ببيع اللحوم الحلال والخضروات التي تحتاجها الجالية العربية. طبعا معظم محلات اللحوم هي توجد على شكل محلات كتلك والخضروات يعني نادرا ما نجد خضروات تباع هكذا في الشوارع، ولكن كما قلنا يعني هي توجد عدة نقاط تمركز الأسواق على هذا الشكل أو الطراز العربي الذي يوجد في بلادنا العربية. طبعا هذه الأسواق لها ساعات مقننة تفتح منذ الصباح وتغلق يعني قبيل صلاة العصر ولها يومين أجازة في الأسبوع، يعني لا يسمح لها بأن يعني تفتح طوال أيام الأسبوع. طبعا في شهر يناير حالة من الركود الاقتصادي نوعا ما بعد الخروج من الكريسماس أو أجازة رأس السنة، توجد حالة من الركود الاقتصادي نوعا ما نظرا لأن الجميع كان في أجازة ونظرا لأن الجميع أنفق يعني معظم المدخرات أنفقت في هذه الأثناء. سنحاور طبعا كما ترون مشاهدينا الخضروات تقدم مثل هذه تلك الطريقة. نحن ننتظر الآن البائع. كما ترون الخضروات أسماك. طبعا مشاهدينا في أوقات البرد والشتاء معظم البائعين ليسوا على الفرش، وهذا يعطينا طابع أن هناك يعني أمان، يعني لا أحد يمكن أن يمس البضائع بدون وجود البائع. ولكن هناك بائع الخضروات هذا سيأتي إلينا الآن ليتحدث إلينا عن طبيعة البيع والشراء هنا في لندن وعن طبيعة الأسعار أيضا. أنا الأخ عز من الجزائر، شغال هون في تشيرش ستريت ماركت. كيف الوضع؟ حدثنا عن الوضع الاقتصادي، حركة البيع والشراء خصوصا إحنا في شهر واحد يعني. لا شهر واحد بصراحة يعني البزنس مش تمام يعني. كويت عارف الناس رايحة هوليداي ورجعة، في مصاريف السكول أولاد، شايف كيف؟ يعني الناس يعني صرفت مصاري يعني. هلا هذا الشهر والشهر الجاي يعني حيكون بزنس كويس. اي شهور السنه بيبقى فيها البزنس كويس يعني متحرك من لما يعني ترتفع الحراره، يعني لما يكون صيف ولا ربيع يعني الناس شايف كيف، يعني فيها توريزم يعني فيها سياحه، ناس بتيجي ديفرنت كونتريز يعني، وفي ناس عرب يعني بيجوا بكثره يعني من الخليج يجوا يشتروا هنا، نساعدهم يعني في اللغه و... يعني تفضلي الاخت. طريقة البيع والشراء هنا مش بالكيلو ولا بالزبد؟ لا هذه اللي يشتروا السلع يعني يعني نملوها في هذه الطاسة، يعني هذه الطاسة باوند يعني من غير ميزان ولا يعني باوند بالبول. لا شغلات بالميزان مرات في الصيف يعني كرز مرات نبيعوا 6 باوند الكيلو، يعني شغلات حلوة. تفضل الأخت. شايف يعني ديبانس بكم هذا؟ 1 باوند 1 باوند جنيه واحد، الناس تفهم. هنا اي حاجة على الفرش بجنيه. ايه. كل شيء بجنيه. دي باوند برضه. ايوة. طبعا عند مقارنة الاسعار ما نقدر نقيس الباوند مثلا على العملة المصرية او الجزائرية. الباوند باوند بلده. ايه الباوند ايه. الباوند هما يعني دي على حسب المعيشة هون يعني اقتصادهم يعني. السعر يعني على حسب المعيشة يعني.
ما تعملش يعني هذاك تكونفرتي يعني تغير يعني الباوند بالعمله تبعك ولا العمله تبعي يعني ديفرنت. اللي تقصد تقوله ان احنا ما يمكن احنا نقارن الباوند الانجليزي بالعمله المصريه او الجزائريه او اي عمله كانت. الباوند جنيه جنيه بلده يعني. جنيه جنيه بلده ايوه. يعني يبيعوا يعني بال يعني الجنيه حسب يعني تساعد الناس يعني بالبنفيت تو شايف يعني مساعدين الناس برايس يعتبر ما الفكه رخيصه والحاجات رخيصه ايوه. طب هرجع لك ثاني خليك مكانك هنا. خلاص سائح ولا مقيم؟ لا مقيم انا هنا. اي نعم. طب بالنسبه للاسعار يعني احنا دلوقتي في السوق يعني هو بتقول اي حاجه هنا بجنيه انت منين الاول؟ انا من العراق. من العراق. الاوضاع الاقتصاديه في بريطانيا افضل ولا في العراق؟ الاكل من ناحيه الاكل والشرب طبعا دي حاجات اساسيه بيحتاجها اي شعب بيحتاجها. طبعا صح اكيد اي شعب يحتاج. لو قارنا الاسعار ما بين لندن وما بين العراق والله لندن يكون احسن اسعار ارخص واطيب يعني واحسن. اسعار العراق طبعا غالي كل شيء هسه غالي بالعراق على اسعار يعني غالي هناك يكون. يعني احنا لو عايزين نقربها لذهن المشاهد اللي بيقبض 1000 مثلا 1000 جنيه ممكن يجيب 1000 ألف تفاحة. ألف تفاحة. أيوة. لكن ألف دينار في العراق ما بيسموش. يمكن يطلع لك تفاحة واحدة بس. تفاحة تفاحتين حبة حبتين يعني يطلع بس. وهذا الأسعار يعني اللي بين لندن والخليج يعني العراق هم أسعارهم كثير العراقيين نفس السعر. لكن لندن الأسعار فيها قليلة. أيوة. طيب. إذا أنت سألت واحد أخذ بينيفيت. ياخذ 70 باوند الاسبوع ما تساعدوش عمي. بنفت له مساعده البخ ومساعدات من الحكومه. مساعده من الحكومه يعني البنفت هذا مساعده من الحكومه ياخذ 70 باوند يا عمي 70 باوند يعني ما شايف حتجيه اوف كورس معي شغالي على سعر باوند بس الانسان اذا كان شغال عادي يعني باوند يعني الطاسه ولا البول يعني سعر كويس. وما انا ما نعملوش مقارنه يعني العمله يعني العمله لما يكون الاقتصاد تبع بلد يعني سترونج قوي يعني ما تقارنش العمله تبع هذا البلد بعملتك في البلد شايف كيف؟ هو الجنيه جنيه بلد يعني مثلا لو واحد بياخذ 1000 باوند ممكن يشتري 1000 واحده من دي. ايوه يعني يعني ديبانس يعني اذا كنت شغال يعني الواحد شوف الفرق يعني الواحد اذا اخذ مساعده من الدوله ياخذ كم 280 باوند صح في الشهر اربع اسابيع وواحد شغال ياخذ 1200 1300 يعني في الشهر. الخضار اللي انتم بتجيبوه ده اللي بيجي لكم ازاي من من في في هو فيه هو فيه تجار ايه هو فيه تجار يعني احنا نقولوا صاحب البزنس يروح الصبح يعني بكير ساعه 1 2 روح فيه هون كوفن جاردن ماركت هون في كوفن جاردن ايه في الايست اند زي وكاله كده في سوق خضار كبير. انك تاجر هنا الاسواق العربيه هل ليها عليها اقبال من غير العرب حتى يعني قصدك هذا السوق الاسواق العربيه عموما في لندن او هذا فيه السوق في في اوف كورس في في اوروبيين في ناس سياح يعني من الصين من اليابان يعني يشتروا في ستودنت طبع السوق العربي في ستودنت يعني ايه في يعني هذوك تبع الجامعه يعني لما يجوا في بدايه السنه. طب سؤال لي انا بقى هو انا دايما لما بروح الماركتس اللي هي زي تسكو وسانسبيري والحاجات دي بيبقى فيها سعر الخضار اغلى من هنا. طب ايه اللي بيفرق الخضار بتاعكم عن خضار الاسواق الكبيره؟ هي يعني هو السعر هنا رخيص فعلا. لا هي شوف هي عموما يعني مرات يعني يعني على حسب النوعيه تبع السلع وال يعني التغليف يعني شايف نوعيه يعني ما يغلفوها يعني ويعطوا لها الشكل هي بس يعني تبقى تشوف يعني ما فيش فرق كبير. ومرات ومرات نعطيك مثلا زي البنانة هذه تشيكيطا البنانة الموز هذا يعني هو كويس بس لما يكون برد شوفه يسود الناس مبين لهم له بس هو هذا نوعيته أحسن من تبع تيسكو. في شغلات يعني أحسن وأغلى مثلا في وايجروس مثلا في ماركت سبنسر مثلا في سانسبيريز شايف كيف يعني في نوعيات يجيبوا شغلات أغلى يعني بيعها والماركت سبنسر مو زي الماركت يدفعوا يعني الضريبة وشايف فيها شغلات كثيرة بتبقى في الماركت أرخص يعني وكواليتي أعلى تبقى هنا ارخص وكواليتي ايه في اوف كورس في كواليتي كويسه ايه ارخص وكواليتي كويسه يعني الماركت للجميع يعني الانسان اللي عنده مصاري واللي ما عندوش مصاري يعني يقدر يشتري كل ساعد ايه كل انا بقدر اشتري اي حاجه نفسه فيها في اي وقت. ايوه شكرا كثير لك شكرا جزيلا والله يسهل عليك يا رب. طبعا مشاهدينا كما قلنا لكم هذا هذا السوق العربي احد اهم او احد نقاط التمركز اللي هي للجاليه العربيه اللي هم بيجوا يشتروا ويبيعوا هنا. هذا هذه الأسواق أيضا كما قلنا لكم يعني جاذبة للجالية العربية لذلك نجد معظم المحلات التي حول هذا السوق هي محلات عربية وتبيع اللحوم الحلال والجميع الأغراض التي تخص الأسرة العربية المسلمة بالتحديد. كان في لندن توجد ثلاث أو أربع أسواق مثل تلك الأسواق التي تهتم بالمواد الغذائية الخاصة بال عرب والمسلمين. هاي هاي
كما قلنا لكم مشاهدينا وكما ننقل لكم على الهواء، طبعا الحالة الاقتصادية في الركود بعد خروج المواطنين من أجازات رأس السنة تكون الحالة الاقتصادية نوعا ما راكدة، حتى تتحسن أو تبدأ في التحسن من شهر إبريل، أو يعني في منذ يعني مع دخول الصيف أو مع انخفاض أو مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا تبدأ الحالة الاقتصادية في التحسن، لأن المواطنين بيبدأوا في الخروج مرة أخرى وبدأوا في التبضع، وحركة الشراء بتزداد مع دخول الصيف تحديد في شهر إبريل في كل عام. أما من شهر مارس، أهلا بك، فضل، كيف بتشوف الوضع الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي في بريطانيا يكاد يكون أحسن من أوروبا شوية. أنا جاي من إيطاليا، الشغل موجود في بريطانيا بس المرتبات نفس متقاربة. يعني أنت بتفهم معاه في الموضوع ده؟ موجود شغل بريطانيا، لكن السياسة البريطانية سياسة أنت من وين الأول؟ مغربي. السياسة البريطانية تخدم تأكل تنام، ما توصل الحياة هنا يا أخي، ما توصل الحياة، ماشي حياة جميلة، ولكن أنت عايش في بريطانيا العظمى، ولكن هي في حالها ليس عظمى، فقيرة. سياسة بريطانيا سياسة استراتيجية. يعني أنت تقصد تقول يا عمي أن هي فقط تأكل تنام، تأكل تنام، تأكل تنبسط تنام، علام بأن نحن بريطانيا دولة عظمى ودولة، ولكن في حدتها سياسية في بروتوكول. طيب بعيدا عن السياسة، الوضع الاقتصادي هنا في بريطانيا، انت كمواطن تقدر عادي تعيش؟ انا تنخدم، شوف فين تنخدم، انا تسرقوني، انا تسرقوني هكا الورقة دابا تشوفها، انا تسرقوني دابا سرقيني لازور هنايا، ها هي نجبد لك الورق بدلائل بكل شيء، نخدم سبت وحد واثنين وثلاث، 300 باوند، تعيش هنا ب 300 باوند يا اخي في الشهر؟ ها انت شوف يا اخي، لا جون تسرقني، ها هي بريطانيا، هذه بريطانيا، هذه بريطانيا الديمقراطيه، هذه تخدم انت يا السيمانه كامله اعياد كل شيء يعطوك 300، يسرقوا لك شو شحال، تسرقوا لك 300 باوند هنايا، يعني بالشغل تقصد بتجي بالشغل كم يوم ب 300 باوند؟ لا اخذ اوف لا حتى يوم، 300 باوند في البرد والشتاء، هذه دولة ديمقراطية يا حبيبي. لابد انك تكون متخصص في اي مجال زي اوروبا، لان بداية انا يا اخي بحار، درت اوروبا كلها من فيرلندا النرويج في ما تحب يا اخي، انا بحار انترناسيونال، شفت اوروبا، انا ماشي عامل هكذا، لا يا اخي فضلت اخدم بالحلال، ما نمشيش نخدم في ريستورا خمر، انا مسلم احترم الاسلام، اما الله هو اللي يرزق، اما مساله اخرى اتكلمك بجميع مسائل. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. انا اعطيك نظريه اخي وحد الوضع الاقتصادي هنا، الوضع الاقتصادي يكاد يكون يعني احسن من اوروبا شويه زي ما قلت لحضرتك. انت بقالك قد ايه هنا؟ انا بقالي شهرين اتنين والشغل موجود، تقدر تشتغل في اي وقت وتغير اي شغل. طب في اي بالنسبه وقت. احنا دلوقتي في سوق بيبيع الخضار والطماطم، بالنسبه للاسعار هنا مقارنه انت من مصر، الاسعار في اوروبا عامه ما بتزيدش كتير، يعني تزيد 10 سنت 5 سنت، يعني الاسعار هي الاسعار هنا مقارنه ببلادنا العربيه. المشاهد العربي بيشوفك الان بيعتقد انه طبعا لندن غاليه في المعيشه في الاكل والشرب، غاليه طبعا لان الحكومه هنا بتساعد، لان هنا الحكومه طبعا بتدعم، الحكومه هنا بتشيل العلاج، بتشيل حاجات كتيره طبعا، لابد انك تخش في السيستم عنده. قيمه الاكل هنا غاليه ولا الاكل طبعا ارخص حاجه في اوروبا، ما حدش يتكلم عن الاكل طبعا، والحاجات الاساسيه الاولويات الشامبوات الحاجات دي طبعا كلها حاجات بسيطه جدا. الرفاهيه هنا في اوروبا هي اللي غاليه، لو انت عايز ترفه بقى ده حاجه تانية. لكن الاكل والشرب الخاص، الاكل والشرب، السكن يكاد يكون هو الغالي، لابد بقى ان الحكومه بعد كده بتدعمك على حسب دخلك، وهنا في عداله طبعا بيشوف مرتبك والموضوع اوتوماتيك، يعني دخلك بيشوف دخلك وانت واخد سكن بكام، عندك كم طفل، عندك كده، وعلى اساسه بيحدد المساعدات والكلام ده. شكرا جزيلا لك، ان شاء الله، الله يسهل عليك.
السلام عليكم. أنا من السودان ومقيم لي 25 سنة. 25 سنة حلو. أنت ممكن تحدثنا على وضع محامي هنا. ممكن تحدثنا على وضع الاقتصادي كويس هنا. الأكل مقارنة، إحنا دلوقتي في سوق أكل، فاحنا عاوزين نتكلم عن مقارنة الأكل والقيمة الشرائية تبعت الأكل هنا في لندن وبينها وبين السودان مثلا. نحن هنا صراحة أثرنا كثير في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إعلان إنه بريطانيا حتطلع من الاتحاد الأوروبي، الاسترليني سعره نزل، فكل الحاجات غلت. يعني احنا كنا بنشتري يعني مثلا الزيت، الحاجات دي كلها اسعارها ارتفع جدا جدا. يعني فعلا في ارتفاع في الاسعار. نعم ارتفاع في الاسعار. نعم. لكن هل هذا الارتفاع مثلا مس جيوب الطبقه المتوسطه هنا اللي تعيش في بريطانيا؟ احنا غايته احنا تاثرنا به كثير جدا جدا. تأثرنا به كثير لأنه أسعار الفيول ارتفعت، أسعار الكهرباء زادت، أسعار الغاز زادت، أسعار الأشياء في المحلات زادت. يعني الحياة بقت صعبة شوية، ما زي أول. يعني أيوة لحد السنة الفاتت كانت يعني أحسن من الحال من السنة دي. السنة دي الأحوال صعبة صراحة وما معروف لسه. ان احنا منتظرين هو لما قيمه الباوند نزلت هل اثرت على السلع الشرائيه؟ انا نعم اثرت. طبعا بيننا شاب اعزف فما بفهم في تدابير البيت خصوصا في الاسواق. اثرت كثير. هل ارتفعت الاسواق وانت كرجل مثلا متزوج، هل ارتفعت مصاريف البيت كثير؟ ان احنا مثلا الزيت الاربع باين كنا بنشتريها ب 4 جنيه بقت ب 6 جنيه. كيلو الباسطة كانت ب 8 9 جنيه بقت ب 10 جنيه. ليه بيقولوا انه السمنه لانها بس اللحمة. لا الباسطة البقلاوه لانه ليه رفعتوا الاسعار؟ بيقولوا انه لانه الاشياء كلها بتجي مستورده من برا والاسعار ارتفعت. فتاثرنا كثير في الفتره الاخيره دي خصوصا بعد الخروج النهائي من الاتحاد الاوروبي. هل تتوقع ان الاوضاع ستزداد سوءا كمواطن بريطاني انت الان؟ والله الفترة الأولى فعلا، الفترة الأولى ممكن يكون في تأثير في الفترة، يعني ممكن السنة الأولى السنة ونص، لكن اتوقع بعد ذاك إنه الماركت تحسن له ستل والأحوال تتحسن تاني. لأنه حاليا حتى الحكومة ما عندها خطة واضحة بخصوص الخروج من أوروبا. طيب في المجمل الوضع الاقتصادي بالنسبة للمأكولات والمشروبات هنا في بريطانيا أفضل من بلادنا العربية ولا بلادنا العربية أفضل؟ أفضل كثير. هنا يعني أنا الفلوس اللي بتعيشني أنا هنا لما نروح إجازة ما بتعيشني في السودان. يعني هنا الوضع أحسن كثير من السودان من بلادنا العربية. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. لك سنة سعيدة إن شاء الله. طبعا مشاهدينا سنحاول أن هناك كان أحد باعة السمك الذي وعدنا بمقابلة وننتظر يعني تحدث معنا. طبعا هذا بائع خضروات اخر وفواكه سنحاول ان نتحدث معه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف في وضع السوق معك خصوصا في هذه الايام؟ السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. يا السوق مش كويس. يا الاسعار مولعه. يعني هل بتعتقد ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اثر في الاسعار؟ اثر كثير. يا اثر كثير على الدول. يا الاسعار طالعه وكل شيء مش كويس. الامور هي مش هل بتعتقد ان هو ممكن انا عاوز اسالك سؤال، الفواكه دي بتبقى مستورده ولا انتاج بريطاني؟ مستورده. فيه انتاج بريطاني، فيه مستورده. لكن الحاجات طبعا المستورده من الاتحاد الاوروبي معظمها هيغلى طبعا بعد، خصوصا بعد الخروج. يا تغلى بعد خروج. يا everything is expensive. يا cheese nose that one. Cheese nose. Yeah cheese nose. نعم. الزبون تبعك هنا عربي ولا بيبقى ميكس عربي everything؟ يا English. يا عربي كل أجناس يجوا هنا. طبعا هنا انا اعتقد ان في شهر 1 و2 بيبقى في ركود شويه في حركه البيع والشراء. امتى ممكن تبدا حركه البيع والشراء بترتفع؟ اظن يعني في الربيع ولا يعني الشهر الثالث ولا الرابع الحركه تعود المجاري.
لا اونيونز اونيون يا جو اس دي بنانا. طيب الاسعار هنا في بلادنا العربيه بتبقى اغلى من اسعار بريطانيا ولا كيف احنا ممكن تقريب نفس يا لما تبدل العمله تقريب السعر سيم يعني نفس الشيء هنا ولا في البلاد العربيه كلهم سوا يا السعر غالي يا لما تبدل العمله من هنا لهناك يعني مظبطة يعني نفس الشيء yeah. شكرا لك الله يسهل عليك ان شاء الله. ايوه جزيره تعالوا بحب يحكي معك تبعي يا طغاني دول. ازيك يا حاج؟ ازيك اخويا؟ ازيك صحتك؟ الله يسلمك. ازيك يا حاج؟ ازيك؟ احنا بنتكلم على الوضع الاقتصادي هنا، كيف بتقارن بالوضع الاقتصادي هنا وفي بلادنا العربيه الاسعار؟ احنا الجزيره الأسعار هنا أنت كمواطن تقدر تعيش هنا؟ أنا بالنسبة لي أنا أقدر أعيش عشان أنا ليا بقالي كم سنة الأول هنا؟ بقالي 38 سنة ما شاء الله. ده أنت بريطاني أكثر من بريطاني. وظلمت آخر ظلم في الدنيا اللي خلقها ربنا. ليه كده؟ أطعولي رجلي ظلما وعدوانا. مين دول؟ المستشفى. عشان صبع بس كان الضفر طار ورحت المستشفى وقالوا ده مش غرغرينا وها كان غرغرينا وكل الناس بس هنا هنا حق اعتقد القانون ممكن ينصفك يعني في قانون لا القانون هنا معاهم مش معقول دكتور هيجي قصاد دكتور ضد دكتور تاني وقطعوا لي رجلي وظلموني بسأل عليك عشان اسم محمد ومسلم يا ريت تنصفوني انتم وتخدموني اكيد في تقارير طبيه واكيد انتوا قدمتوا والله يا اخي العزيز مظلوم 100% قالوا دي مش غرغرينا وقعدوني 29 يوم في المستشفى طب ليه ما خدتهمش محكمه مثلا خدتش ما عنديش فلوس اخدهم محكمه المحاكم اللي هي اللي بقول لك تروح ويعملوها ويسووها ويخلوها كل ده بكش كل ده بكش القضية بتاعتي كانت مضمونة 100% وما عنديش فلوس أخدهم محكمة لو عندي فلوس أخدهم محكمة كنت خدت حقي إن شاء الله ربنا ينصفك إن شاء الله حق. طب بالنسبة للوضع الاقتصادي هنا كيف الناس هنا تقدر تعيش كويس والله الأسعار هنا مثلا إحنا وفين ده بتاع السمك ده أسعار السمك هنا ولا مثلا في مصر لا طبعا هنا أرخص ايه السبب الناس بتعتقد ان اوروبا كل شعوبنا العربيه بيعتقد ان اوروبا اغلى بكتير من بلادنا العربيه هنا ارخص بالنسبه للباوند تعتبر اغلى يعني مثلا لو قارنت الباوند المصري مع الباوند الانجليزي في فرق كبير في العمله في فرق كبير في العمله مش كده ولا ايه لا بس احنا ما بنتكلمش عن فرق العمله احنا في مثلا عندنا بيقول لك الجنيه جنيه بلده يعني انا مثلا لو انا اشتري السمك هنا بخمسة جنيه مثلا الكيلو لو يعني لو معايا 100 جنيه هشتري كام كيلو سمك 20 كيلو في مصر لو معايا 100 جنيه مش هشتري 2 كيلو ولا ايه رايك بالظبط كده بالظبط بس السمك بتاع مصر احلى من السمك طبعا بتاع مش مفيش مقارنه طبعا انا اسكندراني والله يلا كل سنه طيب وربنا انت طيب اتفضل معانا يا ريس طبعا احنا دلوقتي عند طبعا مشاهدينا احنا الان عند بيع السمك هذه طريقة بيع السمك في المملكة المتحدة بيأتي السمك للبائع هنا بيتم عرضه بأسعار هذه الأسعار مقننة من قبل الحكومة الأسعار دي تبقى مقننة طبعا السمك هنا بيبقى مضمون إنه بيبقى يكون طازج ودائما طازج ما فيش أي سمك يعني الباعة بيكون خصوصا الباعة اللحوم وباعة الأسماك بيكون عليهم رقابة قوية جدا من الحكومة تفضل معنا طريقة بقى عرض وبيع السمك و بتبقى ازاي وعليكم السلام عاود السؤال تاع طريقة بيع السمك هنا في المملكة كيف 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 طريقة بيع عادية في الأسعار مختلفة الأسعار طبعا دي بتبقى مقننة نوعا ما من الحكومة الأسعار لا تاع الماركت تاع الماركت تاع الماركت الأسعار ماشي ماشي تاع ماشي برايفت يعني مش برايفت أسعار بتبقى تبع الماركت طيب السمك ده منين أنهي بحر والله السمك فيه انواع فيه تاع بريطانيا فيه تاع ترك فيه تاع فرنسا فيه تاع الكويت فيه تاع باكستان فيه تاع باكستان تاع
طيب من بلدان متعدده. لما طلعنا لما هنطلع من الاتحاد الاوروبي هيأثر على سعر السمك اللي بيجي لنا من فرنسا؟ طبعا طبعا صح، راح يرتفع اكثر، الاسعار راح ترتفع بطبيعه الحال، لازم ترتفع. طيب احنا في بلدنا العربيه في مواسم لبيع السمك، يعني في مثلا موسم الشتاء بيبقى السمك غالي مرتفع، موسم الصيف بيبقى السمك سعره نازل في النازل. في هنا في بريطانيا سعر السمك امتى بيبقى طالع امتى بيبقى نازل للمشاهد؟ والله احنا ما يطلعش على حسب على حسب البريكسيت. البريكسيت راه مؤثر كثير، خروج من الاتحاد الاوروبي بيأثر. ولا عاده هو كيما نفسه كيما في الصيف كيما في الشتاء، الاسعار هي يعني. طب السمك اللي بيبات عندك مثلا، افرض انت جبت كميه سمك وسمك اتفاضت عندك، ممكن ترجعها للسوق تاني ولا انت خلاص انت بتخسر فيها؟ لا ما نخسروش فيها، عندنا الووكينج فريج، عندنا البراد كبير، عندنا فيه تسمى وين نحفظوه. بص انا شايف في نوعين جمبري، في نوع الجمبري اللي هناك ده اللي هو بخمسة باوند، ده بيكون ده مفرز باين اعتقد، صح؟ مفرز الجمبري كله تاع بريطانيا مفرز، ما فيش فرش لخاطر كله مستورد. كان فرنسي وكان. طب ايه الفرق ابو سعر؟ في كان في جمبري هنا تاني في سعره ب 15 وسعره ب 10. هذاك فيه بحري وفيه المزارع، المزارع يكون ارخص من البحري. اللي هو ده هذاك المزارع ارخص من البحري. هذا المزارع والاحمر البحري. الاحمر البحري. لكن المفرد ما فيش جمبري في ليه ما فيش جمبري طازه ببريطانيا؟ ما فيش لخاطر ما عندهمش، البحر تاعهم بارد كثير حبيبي. ما يقدرش البحر تاعهم بارد كثير، ما يقدرش يعيش. ثم لازم نجيبوه من مكان اخر. لازم ميديتيراني، البحر المتوسط، البحر الابيض المتوسط يقدر يعيش بارد. بيجي على طول زي في بلادنا بحر، يبقى الميزه اللي عندنا. بلادنا احلى بصح الله غالب. ياكلوا هما بس طبعا اغلى. مو والله عندي 18 سنه يعني حبيبي، ما عرفتش ما تعرفش ما نعرفش ما عنديش ال صح هنا الاي دي اسمه يعني السمك اللي عنده فلوس ولا ما عندوش ياكلوا السمك، مش مثل بلدنا اللي غني اللي عنده اللي يقدر ياكل السمك. كل الطبقات بتستطيع انت تاكل اي حاجه هي عاوزاها، لحمه خضار. فيه الغالي وفيه الرخيص السمك، المهم ان الكل بياكل سمك ومبسوط. كله هنا بريطانيا كله ياكل سمك، اغاني ومش غني كلهم كلهم ياكلوا سمك، اغنياء وفقير ياكل سمك. يا اني وان يا السلام عليكم. الله يسهل عليكم ان شاء الله. طبعا مشاهدينا كانت هذه جوله في احد الاسواق العربيه المتواجده في لندن، والاسواق العربيه كما قلنا تتمركز في عده مناطق التي فيها كثافه سكانيه عربيه مسلمه لخدمه او تقدم لهم المواد الغذائيه المفضله لدى الجاليه العربيه والمسلمه. نذكر مشاهدينا أن هذه الجولة كانت في سوق تشيرش ستريت، وهو كما قلنا سوق بيعتني بالجالية العربية من بتقديم المواد الغذائية واللحوم الحلال سواء كان أسماك أو لحوم. الأسواق دي تتواجد في الأماكن اللي فيها التي يكثر فيها الجالية العربية. طبعا هذه المنطقة أيضا تعتبر من أهم المناطق اللي بيقصدها السياح العرب، السياح من الدول العربية، لذلك تمركزت فيها عدد كبير جدا كما نرى على الشاشة من المحلات العربية التي تتواجد هنا، واللافتات المكتوبة أيضا باللغة العربية كما ترون هنا، اللافتات تكتب باللغة العربية نظرا لأن تلك المنطقة كما قلنا ليس فقط من يعيش فيها، معظم الذين يعيشون فيها من الجالية العربية، بل السياح العرب أيضا يقصدون تلك المنطقة. إذا مشاهدينا كانت هذه جولة في سوق تشيرش ستريت وهو أحد الأسواق العربية، نشكر لكم المتابعة، في أمان الله.